يقول السائل: لي أقارب تعلقوا بغير الله وصاروا يدعونهم ويعطونهم الأقمشة يزعمون أن بها بركة، ثم تابوا، فماذا عليهم؟ هل يحرقون هذه الخرق التي كانوا يأخذونها؟ وإذا نذروا لهم فماذا يفعلون إذا تابوا؟ هل عليهم أن يوفوا بالنذور؟ أبداً، التوبة تجب ما قبلها. إذا تابوا وأخلصوا العبادة لله عز وجل تاب الله عليهم. وإذا كان عندهم أموال جمعوها من وسائل الشرك إنهم يتخلصون منها، يعطونها للمحتاجين، يعطونها للمحتاجين لا على أنها صدقة بل التخلص منها، مثل المال الضائع يعطى للمحتاج. نعم.